أول مرة في حياتي أطلع وأنتقد محمد صلاح. نعم محمد صلاح، نعم يستاهل النقد، مع احترامي لمحبينه ومع احترامي للاعب نفسه. فللأسف محمد صلاح عاد نفس الغلطة في السنة السابقة. السنة السابقة احتفل بعيد الكريسماس مع عياله ونزلها في الانستغرام، وهذا شيء خطأ لأنه معروف كمسلمين عندنا عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن قلنا السنة السابقة ممكن نمشيها، أوكي يا أبو مكة ما يصير هذا الشيء، ما تعيده. لا عاد هذه المرة مرة ثانية واحتفل بعيد الكريسماس ونزله في الانستغرام للأسف. وهذا شيء جدا سيء لأنه محمد صلاح في كثير من الناس يشوفونه قدوة، فممكن الناس يشوفونه أنه هذا الشيء عاد نحتفل بالكريسماس ونحن مسلمين طبعا. فأول مرة أطلع وأنتقد هذا اللاعب، للأسف هذا شيء خطأ، وهذا أول شيء عاد في محمد صلاح لأنه هو يعتبر قدوة لأشخاص كثير. فللأسف يعني ما يصير والله.